فانا دلوقتي الكمرتين كده رابط ما بينهم فوق باور ويند بريس ومن تحت بلور ويند بريس، حتى عندك مشكله؟ طيب عايزين نجيب ايه بقى؟ عايزين نجيب الاور ويند بريسنج، نجيب يو بي اللي هي التوتال فورس اللي عليها. ماشي؟ عندنا حالتين، حالة اسمها الانلود كيس، حالة اسمها اللود كيس. يعني ايه؟ يعني الحالة ان الكوبري ده مش ماشي على الطرق، مش ماشي على العربيات، لسه ما اتعملش، لسه في البداية. وحالة ان الكوبري ده عليه عربيات او عليه موتور، يعني اثناء ايه؟ اثناء التحميل. طب ايه الفرق ما بين الاثنين دول؟ الفرق الاساسي ده سبب او ده فرق، بس الفرق الاساسي في الويند بريشر. الويند بريشر في الانلود كيس بيساوي دي تي على المتر المثلث، في حاله اللود كيس بيساوي 100 تي على المتر المثلث. يبقى ده اول فرق. خلاص؟ طيب تعالى كده واحده واحده معايا دلوقتي. خلينا نتكلم على الاور ويند بريس. احنا اتكلمنا هنجيب ازاي فورس بريشر في الاريا المسؤول عليه البريس، مش كده؟ طيب دلوقتي الويند اللي جاي من هنا ده اللي انا البريشر بتاعه اديتهولك بيساوي ايه؟ 0.2 تان بير متر سكوير. ماشي؟ ايه الاريا اللي هو هيضرب فيها هيصب فيها كده؟ الايه؟ المين جيرد، مش كده؟ ده الحاجه اللي انا شايفها لغايه دلوقتي، المين جيرد، مش كده؟ يبقى انا دلوقتي الاريا بتاعتي عباره عن ايه؟ عن الاتش مين جيرد في الاليمين جيرد، مش كده؟ مش هي دي الاريا اللي الويند وهو جاي منها هيخبط فيها؟ صح كده؟ طيب يبقى انا دلوقتي في البي توتال عباره عن ايه؟ عباره عن بريشر في اللينف في الايه؟ الارتفاع، صح كده؟ في الاتش مين جيرد. طيب هل هنا وانا بجيب الاوفر ويند بريس اضرب في الاتش مين جيرد ولا المفروض اضرب في الاتش مين جيرد على ايه؟ يعني معنى الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان الفورس كلها اللي هت ايه؟ هتروح فين؟ هتروح في الاوفر، ده مش عايز؟ صح؟ احنا دلوقتي الفورس دي اللي هي بتزق الكوبري دي هتتوزع ازاي؟ فوق وتحت، مش كده؟ انا عندي ايه؟ ويند بريسنج فوق، عندي ويند بريسنج تحت، صح؟ يبقى كل واحد فيهم مسؤول عن ايه؟ النص، صح يا جماعه ولا ايه؟ يبقى انا هنا بتكلم على مش اتش مين جردر، اتش مين جردر على الاثنين. حلو الكلام؟ معايا؟ طيب يجي واحد بقى يقول لي طب وهو الكوبري بيبقى كده بس؟ مش ممكن يبقى فيه مثلا براغم خرسانة هنا؟ صح؟ يبقى انا بتكلم على الاتش مين جلدر على الاثنين زائد ايه؟ زائد تسلاك، صح يا جماعه؟ انا دلوقتي عمال اعمل ايه؟ عمال اجمع ارتفاعات، صح؟ هي ده كده الجزء ده الويند وهو جاي من هنا هيخبط في ايه؟ صح؟ هيخبط في ارتفاع في الطول، الطول عارفين ان هو ايه؟ طول المين جيرلر، صح؟ يبقى انا لازم الارتفاع عباره عن ايه؟ اتش مين جيرلر على فين زائد تي سلاب، مش كده؟ طيب يجي واحد تاني يقول لي ايه؟ يقول لي طب لو انا ده شورت واي، لو انا مثلا ده كان ريل واي، يعني انا عندي حاجه كده عندي كاميرا هنا كده وعندي هنا سليبر كده فلانكة كده وعندي ريل هنا، مش ده برضه وده ارتفاع معايا صح؟ ممكن اخدهم. يبقى انا اقول هنا يا اما اقول اتش مين جيردر على الاثنين زائد ها اتش سليبر زائد اتش ريل، مش كده يا جماعه؟ صح؟ مش ده ارتفاع معايا الويند وهو جاي كده يخبط فيه؟ طيب واحد يا ريت يقول لي طب مين اللي قال لك ان الكروس جيردر بتاعتك الكونكشن بتاعتها مع المين جيردر كانت فلاش؟
ما يمكن تبقى اوفر. صح؟ يعني ايه اوفر؟ يعني انا الكوبي بتاعي عامل كده، انا مش نفس المكان. خلينا نعمل ايه؟ نمسح دي كده، نرسم الكوبي تاني كده، بس الكاميرا كروس جردر مش في نفس منسوب المين جردر، فهي ايه؟ راكب عليها كده. والكرو والسترينجر مش ملاحظ مع المين جيردر، يعني راكبه فوق كده. والستيكر كده والريف. في الحاله دي الارتفاع عندك يبقى ايه؟ زائد اكس كروس جيردر زائد اكس، مش كده؟ بس دول هجمعهم امتى؟ بس صح؟ لو هما فلاش مش معاك خلاص؟ طبعا احنا بنتكلم لو الريل وي دايما هيبقوا فلاش صح؟ في اغلب الاحوال هتبقى فلاش، لان دي ايه؟ كل الكاميرات تبقى منسوبها واحد وهيبقوا ايه؟ صامم عنه خلاص، في الغالب هيبقوا ايه؟ هيبقوا فلاش، فيبقى عندي الارتفاع هو عباره عن ايه؟ اتش من جردل على دي زائد تي سناب. حد عنده مشكله في اللي احنا كاتبينه ده؟ معلش الصراحه احنا بنعمل ايه يا سيدي؟ احنا دلوقتي بنحاول نشوف الفورس اللي على الاور ويند بيسنج ده بيساوي كام؟ فاحنا قلنا الفورس بتاعت الاور ويند بيسنج اللي رايح على الاور ويند بيسنج هي عباره عن ايه؟ البريشر بتاع الويند في المساحه اللي مسؤوله عنها الاور ويند بيسنج. المساحه اللي مسؤوله عنها الاور ويند اللي هي ايه؟ طول في الارتفاع. الطول عارفين ثابت اللي هو ايه؟ طول الكوب. ماشي؟ الارتفاع هو ده اللي فيه مشكله. قلنا اولا الكاميرا المين جيردر دي نصها هيرمي فوق ونصها هيرمي تحت، يبقى ادي اول حاجه اتش من جنب عليها. بريسنج بريسنج فوق اللي هو الاول ون بريسنج اللي احنا بنضغط عليها وبريسنج خلاص كده؟ فدي قلنا اول حاجه. بعد كده قلنا تاني حاجه، لو انا دلوقتي عندي رود واي مثلا هيبقى هنا في غلط، فلازم اجمع السكنس بتاع الغلط ده ارتفاع عنه، مش كده؟ قلنا لو احنا عندنا ريل واي خلاص لازم اجمع الايه؟ الفلانجه واجمع الايه؟ القضيب نفسه، تمام؟ ممكن تاخد ده 15 تاخد ده 25 سم 15 سم خلاص؟ وقلنا ممكن الكروس جيردر والسترينجر يبقوا اوفر كونكشن كده ما يبقوش فلاش صح؟ فساعتها لازم ايه؟ تزود الارتفاع بتاعه. تزود الارتفاع بتاعه. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ كله فاهم؟ تعالوا ناخد الحاله بتاعت الاور ويند بريسنج في اللودد بريس او اللودد فيس. يبقى احنا قلنا الفرق ما بين الانلودد واللودد الاساسي ايه؟ ان هنا البريشر ب 200 كيلو بوينت 2، البريشر هنا بكام؟ بوينت 1. ماشي كده؟ طيب يبقى الفي توتال هنا هتبقى بدل بوينت 1 هنا تبقى ايه؟ بوينت 1 في الاريا صح؟ الاريا، الاريا اللي هي ايه؟ اللينف في ارتفاع صح؟ اللينف ثابت مش فارقه، يبقى كده كده هو طول الايه؟ طول الكوبري او طول الفينجر مش كده؟ في الارتفاع، الارتفاع بقى اللي هو يساوي ايه؟ تعالوا ناخد اول حاجه ان انا عندي بلاط الخرسانه ايه اللي هيفرق معايا هنا في الموديل؟ لو انا عندي بلاط خرسانة هيفرق معايا ايه؟ ايه؟ ماشي العربيات ماشي ادي العربية اهي يعني الباشمهندس بيقول ايه؟ عايز اخد ارتفاع العربية صح؟ طيب حد عنده رأي تاني؟ أنا عندي رأي تاني لو أنا عندي بلاط خرسانة هل البريسنج ده هبقى شايل اي حاجه اصلا؟ مش لازم صح؟ لو انا عندي ضغط زي ده كده وانا قلت رايح مركب بريسنج بتاعتي، هل البريسنج ده شايل اي حاجه؟ كله راح لل ملاط اللي هي ايه؟ مور ستيف جدا عن ايه؟ عن البريسنج صح؟ ده مش لازم صح؟ طب امال انا هنا ليه حسبته؟
احسبها عشان الخرسانه لسه مش شايله، بس في اللودد اكيد الخرسانه ايه؟ شالت، يبقى انا ما احسبش الحاله دي. يبقى انا لو عندي زي الشيت عندي رود واي بريدج خلاص، وانا هستخدم ابر ويند بريسنج اللي هو الويند بريسنج طبيعي زي الناس خلاص، هعملها في حاله الاند لودد واجي في اللودد اقول له ايه؟ مش موجود. كونكريت سلاب مش موجود خلاص، الابر ويند بريسنج مفيش هيظهر له اي فورس. خلاص كده يا جماعه؟ طيب بس لو انا عندي ريل واي، خلي بالك الريل واي ده ممكن يبقى اوبن تمبر ممكن يبقى ايه؟ بلاستس فلور. لو كان بلاستس فلور يعني فيه برد خرسانه يبقى ايه؟ اللي هو اول كيس برضه صح؟ الحاله الوحيده اللي انا هكسب فيها هنا اللي هي ايه؟ اوبن ساعتها البي يعني هتبقى ايه؟ بوينت 1 الانفرتر في الحاجات دي كلها زي ما هي هي صح؟ بس زاد عليها ايه؟ لا لا عليها ليه؟ ارتفاع دي بقى؟ في العربية ارتفاع القطر. دايما مش هتعرف انت ارتفاع العربية، يعني انت غالبا العربية بتبقى ايه؟ بلاط خرسانة تمشي عليه، مش كده؟ ده دايما العربية بتبقى بلاط خرسانة تمشي عليه، فدايما لو انت عندك بروك واي في الغالب ايه؟ مش هتكسب البروك. ماشي؟ بناخد ارتفاع الاقل قد ايه؟ 3.5 خلاص؟ يبقى انا دلوقتي الاول وفي بريس في حاله الان لودد بحسب يا اما عندي بلاطه يا اما عندي اوبن تمبر خلاص على حسب المساله. في اللودد لو انا عندي بلاطه ما بحسبش حاجه، لو انا عندي ايه اوبن تمبر بزود على الهايد ده، شوف بقى طلع معايا كام؟ زود عليه 3.5. يبقى انا دلوقتي عندي تو فورسز، فورس البريشر كبير بس الهايت قليل، وفورس البريشر قليل بس الهايت ايه؟ كبير. بتحسب دي بتحسب دي وتشوف الاكبر ما بينهم هو ده اللي هيحكم. حلو الكلام؟ طيب تعالوا كده ناخد اللور ويند بريس. طيب اللور ويند بريس، اللور ويند بريس اللي هو اللي تحت ده في حاله الامر ها اجيب البريشر عليه ازاي؟ اجيب توتال فورس عليه ازاي؟ ها انا اجيب توتال فورس ازاي؟ بوينت 2 ايوه بوينت 2 والطول اللي هو ايه؟ نص ارتفاع القمر، نص ارتفاع القمر. في اي ارقام تكون من تحت؟ زي الارقام اللي من تحت؟ لا خلاص؟ طيب هو دايما حاجه كده ماشي؟ في حاله اللودنج البي توتال بيساوي ايه؟ في حاله ان بقى ايه؟ في احمال ها هتساوي البي توتال دي؟ 0.1 بالال من جردر في الايه؟ ما دام هي نفس المعادله بس بدل 0.2 0.1 يبقى انا محتاج احسب دي. يبقى انت كده بالراحه لو انت عندك ديك بريدج خلاص، والديك بريدج دي كان عليها برضه خرسانه زي الشيك بالظبط زي مساله الرول بتاع الشيك خلاص، يبقى انت هتحسب الانلودد كيس في الاور ويند بريسنج واللور ويند بريسنج، وتيجي في اللودد مش هتحسب لان الاور ويند بريسنج في بلاطه فبقت مش شايله حاجه صح؟ واللور ويند بريسنج الكريتيكال بتاعها ايه؟ الاب لود فبرضه مش هتكسبها. تكتب له كده ان اللور ويند بريسنج مش كريتيكال لود وان الاب ويند بريسنج فيه خرسانه خلاص؟ فهي مش شايله حاجه. مش عارف اصور حلو الكلام؟ جميل الكلام ده؟ اكيد؟ الكلام ده بقى هنطبقه على شكلين كمان. يعني ايه شكلين؟ الناس كلها فاهمة كلامها؟ طيب عايزين بقى نعمل ايه؟
حاله ان انا في عندي اوبر ويند بريس ولور ويند بريس، مش كده؟ في حالات كتير بلجا ان انا ما اعرفش احط ولا الاوبر ويند بريس او اللور، يعني هو واحد فيهم بالعافيه. يعني مثلا عندي مثلا كوبري زي ده، والكوبري ده مثلا حطيت اهو الاوبر ويند بريس ما عنديش مشكله، والكوبري ده بيعدي من تحتيه سفن، الكوبري ده مثلا على طريق فبيعدي مقطوره، عايز اجيب المايك دي شويه خلاص، ففي حاجه هتعدي من هنا ايا كانت ايه الحاجه خلاص، فانا مش هعرف احط الايه اللي هو الروتين بيس صح. في الحاله دي هعمل ايه؟ ما عنديش حل، اعمل ايه؟ هحط اول روتين بيس بس. طيب تعالوا كده نشوف ده هيتصرف ازاي، ده كروس كيرف. طيب تعالوا نفس الحالتين اللودد اسف الانلودد واللودد، عندنا هنا اوفر ويند بريز وعندنا هنا اوفر ويند بريز. طيب ممكن بقى نعمل الكلام ده تاني هو هو بس على ان في اوفر ويند بريز بس مش لور ويند بريز، دي اللي هيختلف. ايوه هتلاقي هنا بنكتب هي هي المعادله بالظبط اللي هي البي توتال بتساوي هنا هنا بتساوي ايه؟ 0.2 اللي من جردر في اتش من جردر زائد نفس الحاجات اللي فوق بالظبط هي هي صح؟ بس الفرق كله هنا ايه؟ هنا بقت اتش من جردر على الاثنين صح؟ هنا بقت الايه؟ اتش من جردر اتش من جردر بس خلاص؟ طيب زيها البي توتال هيساوي ايه؟ 0.1 ال ال من جردر في ال اتش من جردر زائد شويه الحاجات اللي هو الايه؟ وبرده نفس الكلام لو هنا في تي سلاب هقول ايه؟ اتش من جردر زائد تي سلاب، وهنا هقول ايه؟ تي سلاب يبقى ايه؟ مش شغال، يبقى مش شغال يبقى مش هحسبه، نفس اللي فوق بالظبط بس الفرق كله في حاجه واحده، هنا كان اتش من جردر على طول هنا بقت ايه؟ اتش من جردر، ليه؟ لان مش ايه؟ بريسنج بتاعها. مفهوم الكلام ده؟ مش حصيل. اه. ماشي؟ طيب. خمسة ثلاثة ونص بتاعتي. الثلاثة ونص دي فعلا قطر. اللي هو ايه؟ بيقول لو القطر هنا فالويند لما يجي من هنا هيقابل ايه؟ الارتفاع ده. ده جبارين ولا قطر؟ ده ايه؟ جبارين ولا قطر؟ عربة مثلا. ماشي؟ طيب. دلوقتي الشكل ده عندنا فيه حاجتين مشكله، مشكلتين. اول مشكله وهي الاهم يعني خلاص، ايه بقى؟ انا دلوقتي عندي لود جاي من هنا كده صح؟ انا ماسك من فوق تمام، لو انا سبت الكاميرا دي كده هلبس تمام ممكن تلف كده بقى تعمل كده مش كده؟ هتلف على طول صح؟ تلف ده يعني بعدها ايه؟ بعدها توش صح؟ تلف كده بعدها ايه؟ مش هعمل اكيد مش هعمل كده صح؟ وسطا ما بالراحه بقى كده كده انا غصب عني انا عايز ايه؟ اوفر ويند بريسنج فوق عشان يمسك الكاميرا من فوق وعايز امسكها من تحت بس مش عارف امسكها كده فهعمل ايه؟ هعمل بيسموه ايه بقى؟ بيسموه كراك طيب مرة بس عشان الناس تبقى فاهمة أنا عملت إيه؟ لو أنا خدت كروس سيكشن هنا يا جماعة قطعت كده وبصيت هلاقي إيه؟ هلاقي أول حاجة ده الويب بتاع الكاميرا اليمين دي مش كده؟ وبعدين ركب فيها إيه؟ حاجة كده إيه ركب فيها إيه بقى؟ أيوه ركب فيها الشكل ده انا كده الكاميرا بتاعتي دي انت جاي مركب لها زي ستيفنر كده بس مش ستيفنر بليد بقى ستيفنر ايه؟ تي سيكشن صح؟ عشان الكاميرا دي لما يجي عليها اللود ده ما يحصلهاش ايه؟ تلف مش كده صح؟ طيب في الحاله دي في الحاله دي ايه اللود اللي جاي بيأثر على البراكت ده؟ شيل هيدا بتاعتك بس مش شيل هيدا وين؟ صح؟ اسف وين؟ ماشي يا جماعه
قيمة الوينج دي بقى بتساوي ايه؟ خلي بالك البراكت ده بيتحط كل قد ايه؟ كل كروس جيرد. كل كروس جيرد صح؟ يعني انا عندي واحد هنا مثلا وعندي واحد بعد كده، واحد عندي بعد كده، واحد عندي بعد كده، مش كده؟ كل دول بيأثر عليهم ايه؟ الوينج صح؟ يبقى نصيب الواحد فيهم اجيبه ازاي؟ السبيس صح؟ يبقى انا دلوقتي لما بتكلم على براكت ال دبليو بي اللي هي ال دبليو بي اللي هي بتاثر على براكت الواحد هتساوي ايه؟ الويند بريشر في المسافات ما بين البراكتس مش كده يا جماعه؟ بتقسم العدد تقسم العدد يعني بي توتال تقسمها على العدد بي توتال تقسمها على العدد بس بس ممكن بس شيء يعني بي توتال دي بي توتال دي بتاعت اللي فوق اللي هي فيها ارتفاعات معرفش ايه خلينا كده يبقى انا دلوقتي عندي بريشر البريشر ده هيتوزع بالايه؟ بالسبيس مش كده؟ يبقى انا دلوقتي بقول ال دبليو بي لو في حاله الان نودل تبقى عباره عن ايه؟ 0.2 في ايه؟ في الاس براكت مش كده يا جماعه؟ فكده البراكت ده بقى عليه دبليو بي اللي هي حاجه طن بير متر رقم مش كده؟ صح؟ دلوقتي بقى ايه؟ بقى عندي لود كده اهو بيأثر كده ده عمال يزق في الكاميرا بتاعتي مش كده؟ الزق ده يعمل ايه على ايه؟ يعمل موم مش كده؟ يعني عندي فلوس هنا كده مش هو دلوقتي البراكت ده ممكن نعبر عنه الكاميرا كده تكليفه كده مش كده ولا ايه؟ مش بتكلم من تحت انت بتقول ما هو سبب بتاعك انا بسالك لا مش بقول طيب بالراحه دلوقتي الناس بتقول ايه؟ هو انا ليه عبرت عن الكاميرا دي عن البراكت ده كانه كاميرا فيكسد فوق وفري من تحت مش هو متثبت هنا زي ما هو متثبت هنا؟ هو متثبت ما هو كده كده متثبت على حاجه بتتحرك بس ايوه صح ده معناه ايه بقى؟ ليه معنى كده؟ تقول ايه بقى؟ برشلونة لا مش هو مين اللي شايل مين؟ هو متثبت من تحت بس هو اللي شايل البيج ولا متشال على البيج متشال امال حاطه ليه؟ ايوه بالظبط صح ولو هو مش لو هو متش يعني انت لو حطيت ايه سبورت هنا كده مش انت عايز تعمل كده؟ صح؟ لو انت قلت ان هو متشال على المين جيرنر طب انا حاطه ليه؟ عشان يتشال على المين جيرنر؟ لا ده هو شايل المين جيرنر صح؟ يعني هي حركه المين جيرنر هي اللي بتحركه صح؟ حركه المين جيرنر هي اللي بتحركه يبقى هو من تحت ما ينفعش تقول ان هو سبورت على المين جيرنر ده المين جيرنر هي اللي سبورت عليه صح؟ فيبقى هو عباره عن ايه؟ كانت ليه؟ مش كده؟ الام المومنت اللي عليها تساوي ايه؟ دبليو في ال سكويرد اوفر ايه؟ اوفر 2 مش كده؟ صح؟ ال ال دي اللي هي ايه؟ ارتفاع اللي هو ارتفاع اللي هو ايه؟ اتش من جردر ناقص كروس جردر اتش من جردر ناقص اتش يبقى ده اللود اللي يعني عبرات خلاص؟ طيب في حالة اللود ايه اللي هيختلف من هنا لده؟ ايه اللي هيختلف؟ البريشر بتاع اللود بس صح؟ السبيسنج هو واللينث هو صح؟ الفرق كله في ايه؟ بوينت بدل بوينت هنا تبقى ايه؟ بوينت طب وما دام هي يبقى ايه؟ ملهاش لازمه انا هنا ايه؟ صح كده يا جماعه؟ فاهمين؟ طيب طب ملهاش لازمه ملهاش لازمه طيب ممكن ناخد الكلام ده نطبقه هو بالظبط على فلو بريدج يبقى هنا عندي حاله اول حاله ابر ولور وهنا تاني حاله ان انا عندي ابر
الحاله الثالثه يا جماعه انا عندي ايه بقى؟ عندي لور ويند بريسنج وفوق. الحاله دي في الغالب دايما بتشوفها مشهوره قوي الحاله صح؟ لان دي سهل قوي ان تلاقي العربيه هنا او التراك هنا طوله فوق الكوبري اكبر من طول المين جيردر، لان انت لو حطيت ابر ويند بريسنج هنا فانت غالبا هتبقى محكوم بطول المين جيردر مش كده؟ فاللي هو ده مش حاجه كبيره قوي صح؟ فالحاله دي مشهوره قوي ان الفرو بريدج دايما في الغالب بتلاقيه ايه؟ البراكتس، الا لو المين جيردر دي تراس زي كوبري امبابه كده، كوبري امبابه عباره عن بوكس كده صح؟ انت بتمشي جواه مش كده؟ البوكس ده عباره عن ايه؟ تراس هنا عامل قرش كده اللي هو المين جيردر، وتراس الناحيه الثانيه عامل قرش برضه، وبريسنج تحت وبريسنج فوق، بس هو عشان المين جيردر دي تراس فحجر يعني هو مش مين جيردر ده تراس فكبير فعارف يعمل الكلام ده، انما لو هي مين جيردر دي كبيره هتبقى ايه؟ يعني احنا بنتكلم ان القطر طوله بس او ارتفاعه بس الستاندرد 3.5 صح؟ فانت عايز مثلا لو انت بس عملت الكفر دي 4 متر هتلاقي ايه؟ هتلاقي الكوبري ده اكبر. ماشي؟ طيب ممكن ناخد الكلام ده نطبقه هنا نشوف ايه الاختلاف. طيب يبقى تعالى نتكلم على اول حاجه اللودد اكس هنا ماشيين زي ما احنا الانلودد وهنا الايه؟ اللودد ماشي؟ طيب بنتكلم على اللور ويند بريس بنتكلم على اللي هو الويند بريس اللي هو اللي تحت ده ازاي هنطبق في اللي هو الويند بريس البريشر التوتال او الفورس التوتال اللي عليه بيساوي ايه؟ 0.2 في المساحه يعني 0.2 الطول اللي هو الال صح؟ في الال في الارتفاع اللي هو مسؤول عنه صح؟ هو مسؤول عن الارتفاع ليه؟ عشان مفيش ابر ويند بريس مش كده؟ فانا بقول ويند في ال في ايه؟ في الاتش صح؟ طيب تعالى نروح للحاله دي يبقى هنا البي توتال بتساوي 0.2 في ال اسمه 0.1 في ال مين جردر هو هنا صحيح هزود حاجه ولا هي الاتش مين جردر بس؟ هنا هعمل زي هنا اقول اتش من جردر زي بي سلاب زي ما نعرفش ماشي في النص اصلا صح كده يبقى هنا ايه اتش من جردر بس يبقى 0.2 في ال من جردر في ايه بقى؟ هنا زاد عندي الايه؟ القطر ده هعمل ايه؟ ما هو مش هعمل حاجه يعني لو فيها فرق بس ازوده بس ايوه ما انا دلوقتي بقى يبقى عندي حاجه لازم اتشيك عليها ايوه هو السكشن ده هو اللي حاكم ولا السكشن ده هو اللي حاكم؟ صح؟ السكشن الاولاني اللي هو طوله اتش من جر مش كده؟ السكشن الثاني اللي هو ارتفاعه قد ايه؟ اتش كروس جردر زائد اتش سبيبر زائد اتش ريل زائد 3.5 في الغالب ده اللي هيحصل خلاص؟ لان احنا بنزود على 3.5 حوالي مثلا 2 متر على الاقل ماشي بتتكلم مثلا في 70 سم ودول مثلا 40 سم فبتتكلم في متر ونص متر و30 سم خلاص فاكيد ده هيبقى ايه؟ اكبر من اتش مين جردر فانت هتلاقيها 0.1 في ال مين جردر في ايه؟ في الكلام ده طب لو انا عندي دي سلاب لو انا عندي خرسانه زود قلنا خرسانه مفيش قلنا خرسانه مفيش وقلنا خرسانه مفيش وهنا خرسانه مفيش. ما احسبش ده، احسبه ليه؟ في هنا خرسانه. لو في ابر ايه؟ يعني لو في خرسانه يبقى كده طيب عشان كده بيقولوا في اللور ويند بريسنج هنا في الحاله دي مش هنحسب في اللور في الانلودد نحسبه لان ساعتها الخرسانه مش شغاله، فجت بتبقى خرسانه. بص هنا في الابر ويند بريسنج ده في الانلودد حسبنا التي سلاب. لان خرسانه لسه مش شغاله انما في زون لا قلنا ايه؟ حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طيب تعالوا نتكلم عن براكت تبقى ايه عشان محدش يسال دايما اللي تحت هي في الاخر اللي
هنز والاكاديمي. تعالى نتكلم على البراكت. البراكت نفس قصه ده مش كده؟ عندي ويند جاي من هنا، الويند ده هيأثر بلود اسمه ده يو بي مش كده؟ يو بي ده يساوي ايه؟ وين 2 في الايه؟ في الاس براكت مش كده؟ يعني المومنت يساوي ايه؟ يو بي تي تيجي تربيع من الاثنين مش كده؟ صح ولا ايه؟ ايوه. طيب طب هي هي فرق فيكس هنا كان فيه مرفوع. طيب انا دلوقتي قلت لما ما كانش فيه براكت ده هنا قلت عندي مشكلتين صح؟ وقلت لك فيه مشكله وما قلتش الثانيه وحد سالها الثانيه. انت عشان هتقولها بعدين. ايه بقى؟ في تورشن بيحصل في عكس الاتجاه بسبب الكروس جيرد. الكروس جيرد ده لا مش دي قصتي برضه. في انت في مشكله كبيره انت خدتها يعني انت عارفها. ليه بقى؟ ان البراكت بتاعك مش هيمنع ال unsupported links ال ال unsupported. انت دلوقتي لما تيجي تصمم الكاميرا دي بتاخد ال ال unsupported بتاعك بيساوي كام؟ يعني هنا مفيش ولا ابر ويند بريسنج ولا براكت. يبقى ال ال unsupported بتاعك بيساوي ايه؟ كوبري كله مش كده؟ طب هو ينفع؟ ينفع يعني دلوقتي ما عنديش ولا اوبر ويند بريسنج ولا كمان هحط براكت يعني ايه الكاميرا دي متسابه كده صح؟ ما ينفعش. يبقى لازم اعمل ايه؟ يبقى البراكت ده محطوط كمان عشان يعمل ايه؟ يقلل ال اقصر بورت وتاخد ال اقصر بورت في حاله البراكت ده بيساوي كام؟ واحد وربع الايه؟ المسافات ما بين البراكتس صح كده؟ طيب يبقى في حاجة مهمة هنا انت برضه ما خدتش بالك منها. انا بقول لك الكاميرا دي لما عليها بندنج سيبك من دلوقتي خلاص ارميها خلاص سيبك منها. الكاميرا دي عليها فيرتيكال لود صح؟ بتعمل لاترال تورشنال باكينج صح؟ لاترال تورشنال باكينج يعني ايه؟ الورق فاكرين الورق؟ عامل بندنج جزء من الورق ايه؟ يطلع لبره صح؟ ده مانع الايه؟ الكاميرا ما هي بتطلع لبره مش كده؟ يعني هو عليه فورس بغض النظر عن الايه؟ عن الويند صح؟ سيبك من اللود بتاع الويند ده. هو لو ما فيش ويند خالص هو عليه فورس بره. ليه؟ لان الكاميرا دي عايزه تطلع لبره صح؟ هو ايه؟ مانع هو عليه فورس مش كده؟ مش ستيفن هو شغال كلاترال سبورت. هو الاستثمار ده بيمنع باكينج معين وده بيمنع حاجه ثانيه صح؟ يبقى انا المفروض هنا عندي فورس زياده عن الايه؟ بتاعت الويند دي اسمها ايه؟ اسمها سي. طب انا ليه انا ما اتكلمتش عليها وما جبتهاش وما ذكرتهاش وما قلتش عنها حاجه؟ ليه بقى؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ ايوه عشان ده تنشن مات صح؟ ما عندوش المشكله دي. انا اصلا الكاميرا دي محدد ايه اللي اصلا بورتنج بتاعها من فين؟ من هنا من الابر ويند بريسنج. شكل الابر ويند بريسنج هو ده اللي جايب لي ايه اللي اصلا بورتنج بتاعت الكاميرا صح؟ ولو في هنا خرسانه باخد ايه اللي اصلا بورتنج بتاعت الكاميرا دي بزيرو ماليش دعوه من تحت صح؟ لان تحت ده ايه؟ تنشن مات ماليش دعوه بيه صح؟ انما هنا عندي ايه؟ طبعا احنا بنتكلم على سيمبل بي اللي هو ايه؟ طبيعي ماشي؟ انما هنا عندي لا هنا عندي كومبريشن فلانج فين؟ اللي فوق. فاللي مانع الحركه بتاعت اللاترال توشنال باكينج ايه؟ البراكت. يبقى لازم اخد في اعتبار الايه؟ سي. يبقى انا هنا كمان عندي لود اسمه سي. اللود ده هيزود لي المومنت هيسوي ايه؟ سي في ال يعني في لود زياده كده قيمته ايه؟ بيعمل لي مومنت اسمه ايه؟ سي في ال. السي ده بيساوي ايه؟ لا ملوش دعوه بالويند بتاع الفيرتيكال لوز ماليش دعوه بالويند. هات الورقه تاني هات الورقه تاني ما انا عارف هي المومنت ده مومنت اكس انا يعني انا فاهم
فاهم الكلام ده كويس. ده انا كتبت الفيرتيكال لوب فالمومنت ده مومنت اكس، بس المومنت اكس ده بيخلي الكاميرا دي عايز تلف لجوه تطلع لبره كده او تطلع لبره كده صح. ليه؟ عشان ده نوع من انواع الباكلينج اللي بيحصل على الكاميرا. ده نتيجه ان هو واقف كده مانع الكاميرا دي ان يحصل لها كده، يبقى هو عليه فوكس صح؟ لازم يتصمم عليها والا ايه؟ الكيس مش هيستحملها صح؟ صح يا جماعه ولا ايه؟ فاهمين؟ طيب السي هي تويتا ايه؟ برضه خدت انت الكلام ده قبل كده؟ في مشاكل مشاكل خدتها قبل كده؟ ها لما بحط حاجه كده بس عشان استابيليتي مش عشان شايله لون ولا اي حاجه. ايوه صح كده. الليسنج ده اللي هو كان ايه؟ كان عندي عمودين اوبن سكشن كده مربط ما بينهم بايه؟ بزوايا كده، كنت بصمم الزوايا دي على ايه؟ على 2% من الكومبريشن فورس اللي على العمود. كنت بقول الليسنج دي محطوطه ليه؟ عشان تربط بس العمدان مع بعض مش كده؟ ما علينا، زمان حاجه كده اسمها ليسنج كده، مش من زمان قوي على فكره، ده يعني من سنه بس. طب ما كتير مش من زمان قوي يعني من سنه واحده بس. يبقى كانت 2% من الكومبريشن فورس صح؟ يبقى قيمه الفورس اللي هاخدها دي ايه؟ 2% من الكومبريشن فورس تمام؟ طب احنا دلوقتي الكاميرا دي عليها مومنت اصلا. هجيب الكومبريشن فورس اللي في الكاميرا ازاي؟ اقسم على صح كده؟ يبقى انا اقول 2% من الايه؟ من الام على نيو خلاص؟ طب في الحاله دي اللي هي حاله الانبورد الام ده هيبقى ايه؟ انهي ام؟ انهي مومنت؟ المومنت اللي جاي على الصيغه انا عارف انها ناقص ام ديت له صح؟ من غير اللايف صح؟ من غير حاجه مش كده؟ طيب تعال نروح هنا في اللون البراكت ها؟ ايه الاختلاف من هنا عن هنا؟ مش عارف محمد بيغلبك ليه؟ الويند زيته هو بس البريشر بدل ما كان بوينت 2 هيبقى بوينت ايه؟ هيبقى بوينت 1 مش كده؟ ده اول حاجه. طيب تاني حاجه السي صح؟ السي دي هتساوي 2% من ايه؟ الام تول اللي هو الام ايه؟ اللي دخل فيه بقى اللايف رول والانتر تول والقصه دي كلها مش كده؟ على ايه؟ على الميني واب زائد وعشان كده احنا البراكت في الحاله دي هنحسبه مره للجروب ومره للجروب. لو انت فاكر هنا قلنا ده ملوش لازمه ليه؟ لان هو كان قايم على ايه؟ على الويند، فالويند هنا بيقل صح؟ فقلت مش هحسبه. انما هنا عندي حاجتين، الويند بيقل بس السي ايه؟ بتزيد صح؟ فانا مش عارف هو المومنت هنا اكبر ولا المومنت هنا اكبر؟ فلازم تحسب السي هنا كبيرة، السي هنا قليلة، الويند هنا كبير، الويند هنا ايه؟ خلاص؟ فاحسب المومنت ده، واحسب المومنت ده، وصار معاك. الناس فاهمة اللي احنا بنقوله ده؟ فاهمة الطرف ده الطرف؟ خلاص؟ لما تيجي تكتب بقى بقى يكتب معاك. الراجل ده بيجيب ناس يعني يقول لك مشكله في الكلام ده؟ حتى عنده مشكله في الكلام ده؟ طيب احنا كده خلصنا الجزء المهم في السكشن. كل اللي جاي بعد كده ده بقى حاجات يعني ممكن امسح الكلام ده؟ دلوقتي يا جماعه عايزين نصمم البراكت. هنصمم البراكت ازاي؟ البراكت ده اتفقنا ان هو عباره عن ايه؟ عن بي سيكشن صح؟ مش كده؟ البي سيكشن ده مي بي فلان مي بي فلان مي بي ويب مي بي اولا كده انت تفضل الابعاد خلاص قبل ما تبدا انت مثلا ممكن تاخد الكلام ده بيساوي الاكس جاردر يعني شوف الكروس جاردر كانت بتساوي كام تقريبا خد البي 2 بيساوي الايه؟ البي
اتفقنا ان ده عليه ايه؟ عليه مومنت مش كده؟ عليه مومنت. المومنت ده هيقاوم انهي انيرشيا؟ انهي انيرشيا؟ اتجاه اكس كده سميها مثلا اسم ايه؟ عندي مرض مشروع يا عم سيب مشروع ولا حاجه عارف بقول لك راجل الكلام دي يا عم قول له قول له طيب حقيقي خلاص كده ايه عارف كده انا حقيقي لك اهو بونص ده يعني دفع كلها انت فرح بقى ما خلاص طيب ديزاين تراك نتكلم عن ديزاين تراك خلاص دلوقتي انا عندي موم عامل زي ديزاين التراك ده او اسف عامل زي مش عليه بس هنا المشكله خلي بالك ان انت لازم تحسب الاول الواي بار لان ده في سيكشن صح؟ اه فاول حاجه تحسب الواي بار وبعد كده تحسب الايه؟ الانرجي خلاص؟ بعد كده تقول الاف بيساوي ايه؟ الاف من الواي على اي تاخدها ان هي اقل من الاف على اللعب وتاخد الاف على اللعب والبوك 85 الايه؟ ماشي لو 10 بيكس ماشي يا جماعة؟ ده بالنسبة للايه؟ للركب. بالنسبة للفيرتيكال ريس. انا عامل حد السنتوري ايه؟ عامل حد السنتوري اه لازم. طيب الفيرتيكال اللي هي بقى الويند بريس اللي خلاص شال نحمل في الاخر على الفيرتيكال ريس. يعني لو قلنا مثلا ان البريسنج ده في ويند جاي من هنا فالبريسنج الهورزونتال ده بين من اول الكوبري كده لاخر صح؟ وعند السبورت في فيرتيكال بريسنج وعند السبورت تحت فيرتيكال بريسنج يوصل الفورس اللي موجود ده ليه لايه؟ لتحت. طب بص يعني اسم
بتساوي ايه؟ بي على ايه؟ على ان. الان هنا عندي كام واحد؟ 1 2 3 مش كده؟ يبقى دي شايل اف، دي شايل اف، اف على اثنين، اف على اثنين، دي شايل اف على اثنين، صح؟ الكلام ده كله يحمل على ايه؟ على فيرتيكال بريس مش كده؟ الفيرتيكال بريس ده جاي له ايه بقى؟ صح؟ الار ده هو ايه؟ في توتال على ايه؟ مش عايز اقول على الاثنين بقى، بس على حسب الفيرتيكال بريس، على حسب بقى انت ايه؟ بتقد ايه؟ بس يعني في الغالب يبقى ايه؟ في توتال على الاثنين. خلاص؟ يبقى دلوقتي ده جاي له الار ابر، اللي هو الار من الابر ويند بريس، صح؟ جاي له الار لور، اللي هو الرياكشن من الايه؟ اللور ويند بريس. طيب الرياكشن بتاع اللور ويند بريس ده اصلا جاي فين؟ على السبورت، صح؟ يبقى ده ملوش لازمه، ده مش فارق معاك حاجه، في فورس تحت ومع الوقت السبورت على طول، يبقى مشكلته فين؟ في اللي فوق ده، صح؟ طب انا دلوقتي ازاي اجيب بقى الفورسز هنا؟ عامة انت بتحدد الشكل كده او كده بناء على ايه؟ صح؟ الفيتا دي المفروض تبقى ايه؟ 30 60 درجة. خلي بالك برضو الشكل ده انت برضو بتحدده بناء على ايه؟ على الزاويه دي. لو الزاويه دي لقيتها قليله عن 30 فبترجع للشكل. خلاص كده؟ طيب برضو عايزين نجيب الفورسز في الممبرز دي، نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ هنقطع صح؟ يقول ايه؟ وريك كروس سكشن كده مش كده؟ أو أديك كروس سكشن كده صح؟ لما ناخد كروس سكشن كده نلاقي فورس هنا اسمها ايه؟ اف واحد صح؟ ونلاقي فورس هنا اف واحد اسمها اف ايه؟ اف اتنين مش كده؟ والإكويليبريم عند النود دي تقول لنا ايه؟ ان اف واحد لازم تكون قد ايه؟ اف اتنين وعكسها في الإشارة مش كده؟ طب لما تاخد سيجما الاف اكس الكلام ده يظهر لك ايه؟ ان اف واحد بتساوي ايه؟ ار ابر على 2 كوزاين مش كده؟ والفورس دي اكزاكت، يعني ايه اكزاكت؟ يعني انا ما فيش اسامبشن فرضته عشان اجيبها صح؟ انما هنا لما اقطع هنا الاقي اف واحد كده والاقي اف اتنين كده. المفروض ان الاثنين دول ما هماش قد بعض قوي صح؟ لازم يبقى في واحد زياده عن التاني سنه نتيجه الايه؟ لان ترمز. خلاص؟ بس انا بفرض ان هما ايه؟ قد بعض للتسليم ان شاء الله. خلاص؟ فيبقى اف برضه هيساوي ايه؟ زي اللي بنسمعه ار ابر على 2 كوزاين في، بس في الحاله دي الفورس دي ايه؟ ابروكسيمت. ماشي؟ ماشي. طب عايز اصمم الكلام ده. خلي بالك الطريقة دي هتجيب بيها الفورس في الفيرتيكال بريسنج وهتجيب بيها الفورس في الايه؟ في الهورزون، هي طريقة واحدة، يعني أنا بقول لك الفورس هنا هجيبها ازاي؟ هقطع كده وأجيب سيجما اف اكس، سيجما اف اكس اللي هو ايه؟ مثلا عايز اجيب فورس هنا وهنا هتساوي ايه؟ ار ابر ناقص اف على الاثنين على 2 كوزاين في مش كده؟ دي ابروكسيمت صح؟ دي الطريقة واحدة، عايز اجيب الفورسز هنا اعمل ايه؟ هقطع كده، الفورسز هنا لو بتساوي ايه؟ سيجما الاف اكس اللي هو ايه؟ ار ناقص ايه؟ اف على الاثنين ناقص ايه؟ ار ناقص الفورس دي اف على الاثنين ناقص الفورس دي اللي هي اف على 2 كوزاين في جي دايما الاكس ده احنا نفسنا نجيب ابروكسيمت الكي هو اللي بتجيبه ايه؟ اكزاكت عشان في نوم نعرف ايه ماشي يا جماعه؟ طيب خلصنا من موضوع الفورس اللي جبنا فورس خلاص بنصمم ازاي؟ دايما البريسنج بنصممه ايه؟ كومبريشن ممبر شيك انا صممه كومبريشن مش هيك على خلاص طيب ازاي بنصمم كومبريشن بقى؟ انا هفتح بقى السلايد بتاعت ازاي بنصمم كومبريشن؟
ال على الار صح؟ اول حاجه اسيم سيكشن الاول يعني اللي هي الاريا اللي بتسموها التمرين اللي هو كان بايه ابروكسيمت ديزاين او انت افرضه واشتغل على اي حاجه ماشي. وبعدين بقى ايه كان عندك شرطين مهمين. اول شرط ال على اي بيقلش على اس يكون اقل من او يساوي ايه؟ 140. الرقم ده في الكومبريشن كان 180، في التنشن كان 300، في البريسنج كان 200. بس في البريسنج بتاع الكباري كان 140. طيب الشرط الثاني المهم اللي هو ايه بقى؟ الاف اكتوال اللي هو بيساوي الفورس على الاريا. يبقى كده انت بتقول اي حاجه. ده اكثر فورس اف الاو مش كده؟ الاف الاو دي اللي هي ازاي؟ النهارده دي لو اقل من 100 كان الاف الاو ده بيساوي كام؟ معادله 4 ناقص 4 اصفار ناقص 5 لندا سكوير. لو اللندا دي اكبر من 100 كان بتساوي ايه؟ 7500 على لندا سكوير مش كده؟ طيب دي بقى النقطة المهمة اللي ما تنساهاش. لو أنت الفورس بتاعتك كانت أبروكسيميت تضرب الإف ألاو دي في إيه؟ في 0.85. لو إكزاكت خلاص ما تضربش في حاجة. ماشي؟ إيه تاني ممكن نقول هنا؟ تشيكل إيه؟ التنشن تشيك التنشن يا جماعه ازاي هنتشيك على التنشن؟ الاف اكشوال بتساوي فورس على اريا اقل من ايه؟ الاف الاول الاف الاول على طول بتاع 37 واحد واربعة في التنشن مش مجاز صح؟ مشكلته فين بقى؟ في الاريا صح؟ والراحه بقى كان عندي حاجه اسمها اريا نت كان عندي حاجه اسمها اريا ريديوز اريا ريديوز كنا بنستخدمها في امتى؟ في الانسيمتريكال سيكشن ماشي. لو انت دايما اشتغلت تو انجلز باك تو باك يبقى مش هستخدمها خلاص وما استخدمهاش ماشي. الاريا نت دي اللي هي لما كانت تبقى ايه؟ في مثلا كومبو لو كان ويلدد اريا بروس خلي بالك ايه اثنين عشان احنا دايما بنستخدم ايه؟ تو انجلز. الكلام ده مش يعني مثلا كنت بعمل كده كنت دايما بستخدم تو انجلز ويلد بدون ما اقلش خلاص مش هقول ايه اتنين في الاريا كروس على طول خلاص خلاص تعالى انت بقى ايه اتنين في الاريا كروس لو هي ايه؟ ممكن هتلاقي واحد ضرب 0.8 حاجه اسمها سبيس اكشن مش كده؟ صح؟ والبريسنج ده ممكن يكون في سقف والسقف ده عليه لايف لود. ففي شويه لودز ثانيه انت مش واخدها معاك في الاعتبار. وبتقول لي ان البريسنج ده عليه نورمال فورس فقط، لا هو عليه يعني اقل الايمان عليه فورس نتيجه ايه؟ وزن. صح؟ انت ما تاخدهاش معاك في الاعتبار، هو ده اللي اسمه سكشن. يعني في شويه لودز من الديد وورد لايف جايين على البريسنج وانت بتهمله. فايه؟ سيبني مش كده بيقولوا ده سبيس اكشن عشان في السبيس. ماشي؟ طيب في حد عنده اي سؤال؟